اهلا الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا، اليوم وصفه ديال الطبخ اللي غادي نشارك معكم فيها. كما بزاف ديال البنات يقولوا يا شاركي معنا وصفات طبخ ايطاليه، اليوم غادي نشارك معكم لا لازانيا بلا صوص بولونيز الاصليه. الاصليه ديالها يعني كيف ما كتحضر في ايطاليا، كيف ما كيحضروها الايطاليين، وكذلك كيف ما كتحضر في افخم المطاعم. غادي نشاركها معكم، كتجي رائعه ومذاقها رائع جدا. وكذلك غادي نشارك معكم الطريقه يعني ديال تطبيق لا لازانيا، واش من نوع ديال الاجبان كنستعمل وكل شيء. فخليكم معايا وشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. المهم بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في تحضير لا صلصة بولونيزي، غادي نحتاجو واحد نص كيلو ديال الكفته تكون ديال البقري يعني ديال البقر. في الغنمي ما كيجيش فيها زوين صراحه، من الاحسن ديال البقر. وكنحتاجو الجزر مبشور ومبروش محكوك وبصله كبيره مشلضه، وكنحتاجو الكرافس وفصين من الثوم. الجزر ممكن تقطعوه قطع صغيره، فانا كنفضلو هكا محكوك لحقاش الزوج ديالي ما كيبغيش دوك الطروفه ديال خيزو يبقاو هكا في لاصوص. وكنحتاجو طبعا لاباساتا دي بومودورو، هاد لاصوص طوماط اللي تكون هكا في القراعي ولا في الكرتون اللي عندكم، وانا كنفضل هذه. وكنحتاجو كذلك واحد الربطه ديال المعدنوس البقدونس، وطبعا الفلفل الاسود اللي هو البزار، ولا الكونسنترات ديال المطيشه الطماطم المركز والملحه وزيت الزيتون. المهم بالنسبه للطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، كنديروا زيت الزيتون شويه في هذه الطنجره، بعد ذلك تنضيفوا عليه البصل وكنخليوه شويه حتى يسخن الزيت باش يتشحر لينا البصل، وكنخليوه يتشحر واحد شويه، وكنضيفوا عليه كيف ما غتشوفوا معايا الكرافس والثوم. ما عرفتش شنو الاسم ديال الكرافس باللغه العربيه. المهم كيف ما كتشوفوا معايا السيليري ولا السيدانو، كنشحروا هاد المكونات. كنضيفوا كذلك الجزر. المهم انا هنايا حكيت بزاف ديال الجزر، ما غاديش نحتاج كلشي، درت غير هذاك الشيء اللي غيكفى. خليت هذاك شويه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نشحر المكونات جيدا. وبعد ذلك مني غير شويه تشحر الجزر والبصل، غادي نضيف عليه اللحم المفروم. تبعوا معايا البنات هذه الطريقه، راه اش غنقول لكم والله العظيم، الا واحد لاصوص كتجي مذاقها رائع جدا جدا، تجي واحد البنه يعني، وممكن تستعملوها في بزاف ديال، المهم ملي غتعرفوا لاباز ديال لاصوص طوما ديال هاد البولونيزي، ممكن تستعملوها في لي بات عاديين يعني في لاباستا عاديه، ممكن تستعملوها كذلك في واحد الريسيبت تدار بوتنجال، هي بارميجانا عوض لازانيا تديروا بوتنجال تيكون مقلي، وعوض انكم تديروا لازانيا ممكن تديروا بوتنجال. المهم كيف ما كتشوفوا شحرت مزيان كل شيء، غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان. نحسوا بان الكفته ما بقاش فيها الدم يعني ما بقاتش حمراء، صافي تشحرات مزيان مزيان. وغادي نضيفوا ليها بعد ذلك ملي غتشحرها كمزيان نضيفوا ليها البهارات. المهم انا ما كنديرش البهارات ديال اللحم، درتها لكم بالطريقه الاصليه كيف ما كدار كيف ما كتصايب في ايطاليا. غادي نضيف فقط الملح والفلفل الاسود، هنايا الملح وشويه ديال السكر، شويه ديال السكر، سكر سنيده غير شويه لحقاش كيحيد ديك الحموضه اللي تتكون في الطماطم، في الطماطم في مطيشه. شويه ديال الفلفل الاسود حسب الذوق، وانا ما كنضيفش هنايا شي بهارات اخرى، هادو هما البهارات اللي كيداروا في لاصوص البولونيز الاصليه. كيف ما شفتوا ما ضفتش المعدنوس الان، غادي نخليه حتى من بعد عاد غنضيفه لحقاش كيحرق هو اللي ضفتيه في الاول. المهم دابا هنايا غادي نقطع المعدنوس، من الاحسن يكون طري باش يعطينا ديك النسمه ديالو تكون يعني فريش ماشي بحال كان مجمد. انا هنايا عندي في الجرده الاعشاب موجوده كلشي طري. وبعد ذلك كيف ما كتشوفوا كنضيفوه، وكنعاودو نشحرو نخلطو يعني المكونات مع بعض
عاده باش كنزيدو لا صوص طوماط كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ندير انا جوج قراعي، كل قرعه فيها 700 غرام ديال لا صوص طوماط. غادي نضيف هاد جوج قراعي، وغادي ندير قرعه عامره قرعه ونص عامرين بالماء، قرعه واحد الشويه ديال الماء، يعني كنشل الاولى بالماء وكنزيد واحد النصف. غادي تقول لي او علاش الماء؟ طبعا الماء لحقاش هاد لاصوص خاصها طيب لواحد المده ديال ساعه ونص الى ساعتين، يعني ساعتين انا اللي كنخليها تطبخ. وكنضيف كيف ما شفتوا شويه ديال المركز ديال الطماطم، وكذلك كنضيف الزعتر كيف ما كتشوفوا اليابس الاوريغانو، وكنضيف هنايا الحبق او البازيليكو، كنضيف الحبق هكا طري كيعطي، مهم هو كيعطي واحد الرائحه رائعه ملي كتبقى صلصه الطبخ صافي. وكنخلط هذا الشيء مزيان كيف ما كتشوفوا دابا راه باقا جاريه، ولكن كما قلت لكم غادي تخليوها تطبخ على عافيه مهيله، يعني على نار مهيله هكا، انا نخليها على ثلاثة، غادي نخليها واحد المده كيف ما قلت لكم على الاقل ساعه ونص باش تجيكم فعلا صلصه مزيانه. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نضيف لان الايطاليين كيضيفوا فيها النبيذ الاحمر، المهم حنا ما غاديش طبعا نطيبوا بالكحول، انا كنضيف شويه ديال كيف ما كتشوفوا معايا كنور، تيكون بودره هكا، انا عندي هذا بيولوجيك ما فيش الجلوتامات اللي كيف ما كتعرفوا مضر بالخلايا ديال المخ، انا كناخذ هذا بيو، تيكون هذا البرودو ديال البقر كيف ما كتشوفوا معايا. وما ننساوش طبعا مره نحركو، مره نحركو باش ما يلتصقش لينا داك الثقل ديال اللحم المفروم لتحت يلصق لينا في الطنجره، مره نحركو كيف ما تشوفوا معايا هكذا، ونخليوها هكا طيب على خاطرها لا خاطرها. في نفس الوقت غادي تشوفوا معايا غادي نحضر شويه مازال لاصوص خاصها طياب، وانا قلت يعني نقتصد الوقت ونحضر صلصه البيشاميل او لاصوص بيشاميل، المهم كل واحد والطريقه ديالو، انا غادي نشارك معكم هنايا طريقتي سهله ونفس الطريقه اللي تستعملوا تقريبا اغلب النساء. كندير هنايا صراحه ما كنعبرش، كندير عيني ميزاني، كندير شويه ديال الزبده هنايا ندوبها شويه في الطنجره، كنضيف عليها واحد الملعقه كبيره ديال الطحين او الدقيق الابيض، كنحرك جيدا حتى تيذهب لينا داك اللون تيولي ذهبي تيتكراميل واحد شويه كيف ما كتشوفوا عاده. باش من بعد كنضيف عليها شيئا فشيئا الحليب شويه بشويه. المهم انا بغيت نشارك معكم طبعا غير طريقه، بالنسبه تقدر تكون شي بنت ما كتصدقش ليها او لا ما كتعرفش صايبها، فعلاش لا ما تشوفوش كذلك طريقه اكرام لتحضير البيشاميل. من بعد كنبداو نخلطوا، من الاحسن بشي بحال هكا بشي فروسته بحال هذه باش ما يلصقش لينا، وبقاو غاديين ونحركوا غاديين ونحركوا. ما عنديش مع التقديم ديال الطبخ. المهم كيف ما كتشوفوا معايا من بعد كتبدا غاديه وكتختار، انا ما كنخليهاش تختار فوق النار لانه من بعد كتختار بوحدها. كنضيف هنايا الملح وكنضيف الجوزه محكوكه جوز طيب كيف ما هكا تنحكو عليها مزيان وصافي، وكنتركها على جنب حتى هي كتختار الراسه كتزيد تتقال اكثر، لكن ما كتشوفوا باقا ما تقالش، ولكن غير تحطوها على جنب راه غادي تقال، وغادي تشوفوها معايا طبعا مني غنحضروا دابا اللازانيا غتشوفوا معايا كيفاش كتولي خاطره صافي. في هذه المرحله طفيت عليها البوطه كما كتشوفوا راه ماشي خاطره بزاف، ولكن راه غتختار بوحدها. اما الا خترناها فوق النار من بعد غادي تولي لنا بحال اليوغورت غتولي قاصحه، فلهذا نزولوها من فوق النار قبل. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا مرات جوج سوايع انا اللي كنخليها صراحه طيب، جوج سوايع كتحتاج كيف ما كتشوفوا معايا هنايا لاصوص بولونيز ديالنا صبحت جاهزه كيف ما كتشوفوا اللون ديالها كيولي واحد اللون احمر داكن ما تيبقاش بحال في الاول تيكون داك الاحمر ديال الطماطم فاتح. من بعد الا بغيتوا تزولوا او تقوموا بازاله هذوك الفصوص ديال الثوم من الاحسن،
يعني بلا ما ديرهم في لاطوس. كاين الناس اللي ما كيبغيوش الثومه هكا كتجيهم في وهما كياكلوا تجيهم هكا الثومه في الاكل. المهم كيف ما كتشوفوا دابا غادي بعد ما وجدنا كل شيء غادي ندوزو وغادي نحضروا لازانيا. هنايا كنحتاجوا المهم الجرانا بادانو ولا البارميجانو ريجانو اللي كان فيهم. انا عندي هنايا الجرانا كنشريها هكا محكوك ما فيه ما ياخذ داك الطرف ديالو نبقى نحك في الحكاكه ديالو. المهم كنديروا هكا كنوجدوا الزلايف وكان هنايا كنخلط. ممكن ديروا الموتزاريلا انا كنخلط الكاوده والامنتال لحقاش فيهم المذاق بنان ماشي بحال الموتزاريلا اللي تكون جافه ما تكونش يعني ما كتكونش بنينه. من الاحسن الا درتوا الموتزاريلا خلطوا معها شي كاوده ولا امنتال من هذا النوع ديال الاجبان تيكون تعطي لا 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 تعطي اللازانيا واحد طعم احسن. هي راه سميتها لازانيا وانا تنقول لها ديما لازانيا تيبقى دائما الزوج ديالي يضحك عليا تيقول لي لازانيا بلا لا لا لازانيا تندوبل ليها الان. المهم كما كتشوفوا انا كنستعمل هاد الماركه ديال باريلا صراحه احسن ماركه وهي اللي كنلقاو. كاينه ماركه اخرى ديال دي تشيكو كاين بزاف ديال الماركات اما هنا في المانيا كنلقى هاد باريلا اللي مزيانه زعما من احسن الماركات ديال لي بات. كيف ما شفتوا سرحت البيشاميل كنضيف واحد طبقة ديال لاصوص وكندير هنايا البارميزون او الجرانا بادانو كيف ما كتشوفوا. بعد ذلك غادي ندير تستيفات ديال طبعا ما غنديروش تستيفات بزاف كبار لحقاش كتجي كلها معسه مع بعضياتها ما كتجيش زوينه حتى في المنظر. غادي ندير ثلاثه طبقات فقط. غتشوفوا معايا هنايا الطبقه الاولى درت جوج طوال وحده غنديرها بالعرض. غادي نكسر منها الجوانب لحقاش ما غاديش تجيني في القد ديال الطاوله اللي انا مستعمله وصافي. كنضيف هنايا كيف ما كتشوفوا طبقه ثانيه ديال لاصوص وشويه ديال البيشاميل. درت حرف اس هذه في خاطر كاع البنات اللي اسميتهم سعاد سميره السعديه كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نضيفوا المره اخرى الجرانا وطبقه ثانيه من الاجبان اللي شفتوا معايا اللي استعملت الفرماج. من هنايا من بعد كندير الطبقه الثانيه غادي نحاولوا نضغط واحد شويه لحقاش كيف ما كتشوفوا ما عنديش المول او الطاوه ديال الفرن غارقه. غنحاول نضغط بعض الشيء ونضيف طبقه ثانيه وهكا كنستمر. المهم غادي تشوفوا معايا طبعا راه كل الفيديو شارح نفسه. كتشوفوا معايا من بعد ما كملت قبل ما ندخلها للفرن وغادي نقول لكم طبعا حتى الطريقه والسر ديال الطياب ديالها. كنغطيها بورق الالومنيوم كيف ما كتشوفوا وغادي ندخلها للفرن يكون مسخن على درجه حراره 180. غندخلها المره الاولى بالنسبه لينا حنايا كنبغيوها تكون باقا شويه الدينتي. بالنسبه كنعرف بزاف ديال حنايا يعني بزاف ديال العرب كيبغيو لي بات يكونوا طايبين. حنا كناكلوا واحد شويه المهم اللي عاشتو في ايطاليا راه كتعرف يعني الدينتي تكون واحد شويه باقا شاده راسها. كتخليوها نص ساعه في الاول بالنسبه للبنات اللي بغاوها طايبه. انا كنخليها غير 20 دقيقه في الاول. من بعد كنزول ليها هاد لاستانيولا هاد البابي الومنيوم وكنعاود ندخلها للفرن 10 دقائق اخرى حتى تتحمر لينا من الفوق مزيان. وكنحاولوا نبسطوا دوك الجوانب باش منين نعاودوا ندخلوها باش تحمر لينا من الفوق ما يتحرقوش دوك الجناب يوليو قاصحين. كيف ما شفتوا غادي نحاول يعني نبسطهم شويه هكا بواحد الفرشيطه. هذا
هي لا لازانيا ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، تحمرات مزيان باقا سخونه. غادي نحاولوا بالنسبه لهذا المول اللي عندي انا، هذه الطاوه ديال الفرن كدير لي 6 ديال لي بورسيون. المهم كيف ما شفتوا معايا غادي نحاولوا نهزوا بشويه باش يكون كذلك طبق التقديم زوين، غير بشويه هكا غادي نهزوا طريف الاول. وكيف ما كتشوفوا معايا نحاولوا نزوقوها واحد شويه. انا هنايا استعملت الحبق لحقاش هو اللي جاي معاها، فيها حقاش فيها المذاق ديالو. وغادي نحاول ناخذ هنايا الفلفل الاسود غير باش نعطي اللي بما كتشوفوا الطبق كله ابيض، باش نعطي واحد شويه يعني واحد شويه ديال الديكور زعما دار وديكور. هذه هي هكا كما شفتوا درت عليه واحد الرشات خفيفه من الفلفل الاسود. وهذه هي لازانيا ديالنا. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا لاصوص، سواء درتوا لازانيا ولا ما درتوهاش، انا وريتكم الطريقه ديال لاصوص. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار كيفاش جات. المهم هذه الطريقه، ولا كيعجبكم الطبخ الايطالي شي وصفات. طبعا الطبخ المغربي كاينين بزاف ديال البنات اللي كيشاركوا معكم وصفات، وانا صراحه ما ماشي بروفيسيونيست في الطبخ المغربي. الا بغيتوا شي وصفات ايطاليه ما عليكم غير تقولوها ليا، انت نقول لكم زعما راه جات واعره، راه جات مذاقها زوين. وانا كما كتشوفوا تم استهلاكها بسرعه في وجبه العشاء. المهم تهلاو ليا في راسكم، ونتشوفوا ان شاء الله في شي فيديو جديد. باي باي عليكم.